أعلن وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اعتماد 3 وثائق صادرة عن الدورة 9 للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني. الصفدي قال خلال اختتام أعمال الدورة 9 للاجتماع إن المملكة والصين متفقتان على رفض مخطط الضم الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، والوثائق المعتمدة هي إعلان عمان والبرنامج التنفيذي لمنتدى التعاون العربي الصيني 2020-2022، بالإضافة إلى البيان المشترك لتضامن الصين والدول العربية في مكافحة الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا. وتعكس هذه الوثائق التوافقات والرؤى المشتركة بين الجانبين العربي والصيني حول القضايا ذات الاهتمام المشترك لتعزيز التعاون بينهما. نثمن مواقف الصين الداعمة للحق الفلسطيني في الحرية والدولة، ونثق بأنها ضمن موقف دولي رافض لضم إسرائيل أراض فلسطينية محتلة، خرقا للقانون الدولي وتقويضا لكل فرص تحقيق السلام العادل والشامل. وأكد الصفدي على ضرورة التعاون الدولي لمواجهة جائحة كورونا بهدف تلبية متطلبات الشعوب وتأمين احتياجاتها في مختلف المجالات. نحتاج تعاونا دوليا لمواجهة الجائحة، ونحتاج أيضا تعاونا دوليا من أجل تلبية حقوق شعوبنا في التعليم والعمل والخدمات الصحية والإنجاز والتنمية، ونحتاج العمل متعدد الأطراف المستند إلى القانون الدولي واحترام مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول لتجاوز التحديات وحل الأزمات الإقليمية. ونحن نرى إلى الصين شريكا رئيسا في هذا الجهد، ونرى في زيادة التعاون بيننا عاملا مهما في خدمة مصالحنا المشتركة وفي جهودنا حل أزمات المنطقة. وحول هذا المنتدى العربي الصيني ينضم إلينا المحلل الاستراتيجي دكتور منذر حوارات. أهلا وسهلا بك معنا دكتور. يعني هنالك من يرى بأنه بالرغم من وجود علاقات عربية صينية في الفترة الماضية، إلا أنه كانت في الفترة الماضية هذه العلاقات يعني مهملة نسبيا مقابل أو لصالح علاقات عربية غربية. إلى أي مدى العالم العربي اليوم بحاجة إلى صياغة هذه العلاقات أو شكل العلاقات العربية الصينية من جديد؟ مساء الخير لك وللمشاهدين الكرام. بدون شك الصين معادل استراتيجي كبير في العالم، وبالتالي لها الأهمية الكبرى. هي نفسها كانت تنأى بنفسها عن الخلافات الدولية وعدم الانغماس فيها، ربما لمعايير استراتيجية صينية بذاتها. أما الآن الصين أصبحت عملاق اقتصادي كبير ودولة قارية مهمة على مستوى العالم، وبالتالي بدأت تطرح نفسها على مستوى العالم بمساقات مختلفة عن الطريقة التي تعاملت فيها خلال العقود الماضية. بدأت الصين تدرك قوتها، وبالتالي بدأت تتعامل من منطق هذه القوة. العلاقة العربية الصينية يمكن أن تكون حجر أساس لمنظومة جديدة من التعاون في المنطقة، لا تقوم فقط على الاقتصاد والذي تريده الصين. يمكن للعرب جر الصين إلى القضايا الاستراتيجية العربية والتي يعانون فيها من أحادية القطب الأمريكي الذي دائما يذهب باتجاهات بعيدة عن المصلحة العربية، ويكرس جهده لدعم دول كانت مثل إسرائيل مصلحة الاستراتيجية للولايات المتحدة. الهم الأمريكي هو الهم الأول. الصين يمكن أن تكون شريك استراتيجي عربي، ولكن جل العلاقات العربية الآن الاستراتيجية مركزة على محور أساسي هو العلاقة مع الولايات المتحدة. بالتالي أعتقد أن عملية الموازنة في هذه العلاقة يجب أن تكون أن تنطلق من أسس جديدة يتفهم فيها الصينيون حاجة هذا المجتمع العربي بكل أقطاره، وتتفهم الدول العربية حاجة الصين لتواجد استراتيجي بدون المس. يمكن أن تكون عملية الموازنة بين الصين والدول العربية بدون المس بالعلاقات الأخرى، لأن أي علاقة تتجاوز الحدود ستغضب الولايات المتحدة، وبالتالي العرب ليسوا على استعداد الآن لإغضاب الولايات المتحدة. بالتالي عملية الموازنة الدقيقة
يجب أن تكون شديدة الأهمية في هذه النقطة، ولكن استثمار العلاقة مع الصين قد يؤتي أكله في حث الولايات المتحدة على أن تقف موقفا مختلفا من مواقفها السابقة وأن تشعر بالخوف. نعم دكتور، هنا انطلاقا مما تفضلت به وانطلاقا من مبدأ استثمار العلاقة مع الصين، إلى أي مدى يمكن للدول العربية أن تستفيد من موقف الصين الداعم في مسألة الضم؟ بدون شك تستطيع أن تستفيد الدول العربية. لا يمكن تكريس مسألة الضم الجائرة إلا بإدراجها ضمن القوانين الدولية وضمن مؤسسات المجتمع الدولي، وبالتالي نحن نحتاج إلى الصين وغير الصين في رفض أي جعل أو أي إيجاد أو إدراج لاتفاقية الضم ضمن المرجعيات في المجتمعات الدولية. وبالتالي وجود الصين كداعم للقضية العربية الأساسية وللقضايا العربية شديد الأهمية في مجلس الأمن في الجمعية العامة. أنت تعلمي أن الصين الآن لديها منظومة علاقات مهمة على مستوى العالم وتستطيع أن تسخرها وتستفيد منها الشعوب العربية لمصلحة القضايا المطروحة في الجمعية العامة. لديها في مجلس الأمن هي قوة، لديها حق النقض الفيتو وهي دولة مهمة وهي مؤثرة الآن في بحر الصين الجنوبي، وبالتالي يمكن أن تقدم لها تنازلات في أكثر من مكان. إذن الصين ليست نعم يعني في جزئية أخرى دكتور، يعني الصين هي فعلا عملاق اقتصادي، أهمية الانفتاح الاقتصادي العربي مع الصين؟ طبعا لا، الصين أهم متبادل تجاري للخام العربي النفط وغيره، ولكن العلاقات الأخرى غير النفط وغير الطاقة تميل لمصلحة الصين. والصين هنا يجب أن تفهم أن لدى الدول العربية أيضا مصالح صناعية واقتصادية يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار. عملية الإغلاق الصيني على المنتجات غير النفطية طبعا هذا أمر يجب أن يتوقف. لا يجب فقط أن تستورد الصين فقط النفط ومنتجاته وخامات الأرض وتتوقف عند ذلك، يجب أن تكون العلاقة متوازنة. يجب أن يطلب من الصين أن تستثمر بشكل فعال في الدول العربية وهي قادرة على ذلك. الصين لديها فائض مالي هائل ويمكن أن توظفه في عديد من الدول العربية وتستطيع أن تؤدي إلى إنعاش اقتصادها، ولكن بدون منطق الدولار الصيني. الدولار الصيني دولار خطير، بمعنى أن الصين أحيانا تجعل الدول تسقط في مستنقع ديون كثيرة بحيث لا تستطيع أن تسددها، وبالتالي ربما أحيانا تستحوذ على المشروع بكامله. إذا بحاجة إلى تعاون حقيقي مبني على احترام العلاقة المتبادلة. هذه العلاقة يجب أن تكون علاقة الند بالند، لأن الصين تحتاج إلى مواقع استراتيجية في هذا العالم العربي الممتد وهو الآن محور العالم، وبالتالي الصين تحتاجه بشكل كبير. شكرا جزيلا لك المحلل الاستراتيجي دكتور منذر حوارات، كنت معنا عبر سكايب من عمان.